طبعا القطع هذه الفنية أنا ارتحت لها واقتنيتها لأن فلسفتها تنطبق على الفلسفة اللي ماشيت عليها الشركة وماشيت عليها أسرتنا اللي هي فلسفة الأخذ والعطاء. تصور هذا بيشوفوا القطعة هذه فكنا راح تطيح، ما راح تطيح لأنها مبنية على فلسفة خذ وهات، give and take. المصمم للقطعة الفنية هذه هو ابن الفنان أنطوني كوين اللي شارك في فيلم عمر المختار، هذا ابني اللي صمم القطعة دي. أنا ارتحت لها واقتنيتها ودائما أجيب أبنائي وأحفادي وأقول لهم شيف الأخذ والعطاء دائما في كل شيء، الأخذ والعطاء مع الأهل مع الجيران مع العمل مع الموظفين، دائما يصير في التوازن. بدون التوازن الحياة كلها مبنية على التوازن، بدون التوازن في التعامل لن يكون هناك نجاح. جميل. وحتى في مبدأ أنك يعني إذا أنت أعطيت الخير يرجع لك بالخير وهكذا، أي أكشن له رياكشن دائما، هذا شيء معروف. زي اللي تشوفه زي اللي تشوفه، أنت الآن لما تعطي أكيد راح يجيك خير عاد، هذا بيد الله سبحانه وتعالى، قد يعطيك إياها في صحتك، قد يعطيك إياها في أبنائك، أعطيك إياها في الآخرة. وأي شخص يعمل عمل معاكس يرجع له والله يشوفه هو حي، قد يعطيها الله في الدنيا وقد يعطيها الله في الآخرة ما تدري، قد يعطيها الله في الآخرة، لكن ثق تماما أنت تعطي راح يرجع لك عطاك، هذا مؤكد.